بطبيعة الحال المدينة ديال تانسنا هي مدينة صاعدة ومدينة اللي كتعرف واحد التوسع عمراني جد مهم، ومن طبيعة الحال من أجل مواكبة الأسر اللي كتستقر في هذه المدينة من أجل توفير الخدمة ديال التندروس، من طبيعة الحال المديرية ديال صخيرة تمارة تنسيق مع كل الجهات المعنية قامت بالإجراءات اللازمة من أجل توفير يعني المؤسسات بالعدد الكافي ديالها، حيث الآن مدينة تانسنا كتوفر على 4 ديال الثانويات التأهيلية، وكتوفر كذلك على 8 ديال الإعداديات، وكتوفر على 10 ديال المدارس الابتدائية. من طبيعة الحال هذا العدد ديال المدارس اللي كيوصل من طبيعة الحال اللي كيوصل يعني ل 22 مؤسسة في المجموع ديالها، فهي كتمكن جميع الأسر اللي كتستقر في المدينة ديال تانسنا من التوفر على خدمة ديال التندروس في جميع الأسلاك وجميع المستويات.